أكشن. سيادة النائب، أنا بقول نهرب يا رئيس عتريس. ليش عتريس اللي يهرب زي الفار المزعور؟ ولو قلت الكلمة ديت أنا هخلص عليه. إذا كانوا جايين زي ما بتقول، أنا اللي هطلع لهم. أنا اللي هطلع، لهم. إيه؟ أنا عتريس، عارف يعني عتريس؟ أنا طلع اليوم بنفسي. عتريس أنا اللي هطلع، أنا اللي هطلع لهم. أنا عتريس، وهولع في البلد دي، وهخلص عليهم واحد واحد. أوكي، ونخرج. أوكي. يعلش هن. عتريس! تعوز هتلاقيه يا منسي، كل تعوز هتلاقيه. قول وانبسط. بعدين احنا عندنا في البلد كم منسي؟ طيب استاذ اشرف، لما احمد عامر دخل انت ايه؟ طب كافي، كانوا لفتين ولا ثلاثة؟ نحط رجالة في المشهد ده؟ دول كانوا اثنين ولا ثلاثة؟ ثاني بس يا جماعة. يا بكافي تحط الرجالة في المشهد ده؟ اكشن ميديم سريع على البنت. طيب اتفضل يا عبد الوسيف، من بعمل ميديم سريع هو يا ريس. اتفضل يا عبد الوسيف، يلا اتفضل. كليك فايف فور نهدأ.